هنعمل دلوقتي اول وصفه مع بعض، طاجن المكرونه. المكرونه بالاعشاب، يعني احنا قعدنا نفكر نسميه ايه عشان هو فيه زعتر واوريجانو وبتاع، فطاجن مكرونه بالاعشاب. بس هو اسهل من كده بكتير، يعني اسمه تحس انه صعب، يعني فيه اعشاب وبتاع، لكن الحكايه كلها بسيطه ومكونات موجوده عندنا في البيت. ايه بقى؟ انا معايا مكرونه مسلوقه، مكرونه بني. انا دايما بختارها في يعني الوصفات، بتليق في كل حاجه. عايزه تعمليها سباكيتي او تعمليها اللي هي الصغيره خالص، مفيش مشكله، احنا سلقينها واخدين بالنا في التسليق ما تبقاش مسلوقه زياده عن اللزوم، علشان لسه هتنزل بقى في صلصه وبتاع ما تعجنش معاكي، فخلي بالك. هنحتاج طماطم، عصير طماطم مضروب في الخلاط، عليه معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم علشان يتقل العصير ويديله لون غامق، لون احمر غامق كده. هنحتاج مكعب مرق، معانا شويه ورق من الريحان، او لو عندك ريحان مجفف هيبقى لطيف جدا، ملح وفلفل اسود، معايا زعتر ومعايا اوريجانو، دي توابل موجوده عند العطار وفي السوبر ماركت، او ممكن شويه تشكيله كده من، يعني لو لقيتي مكتوب عليها توابل ايطاليه مفيش مشكله، هتبقى زي دول بالظبط، هي عباره عن ريحان وزعتر واوريجانو داخلين في بعض كده، اللي هي ايه، الاعشاب الايطاليه او الورقيات الايطاليه دي. تمام، معنا كمان شويه زيت زيتون، ده في الاخر خالص بقى بعد ما نخلص المكرونه الخطيره دي، وشويه جبن هنحطها على وش الطاجن، وزيتون بس كده، زيتون متقطع شرايح. وصفه سهله وخطيره. هنا الووك دي سخنه، نحط لها شويه زيت وننزل بالثوم اول حاجه. اهو الثوم، يلا يا ثوم. هنحط ايه بقى؟ الاوريجانو والزعتر مع الثوم، كلهم كده ياخدوا تقليبه حلوه، ومكعب مرق برضو كده ايه يسيح معاهم. عايزه بس كده ايه اشم ريحه الثوم وريحه الاعشاب اللي احنا حطيناها كده. تمام، ننزل بقى على طول بالطماطم المضروبه في الخلاط كده اهو، هذا الشكل الخطير، ريحتها مش قادره اقول لكم فظيعه. هنحط بقى ملح وفلفل، ملح وفلفل كده. معانا بقى ايه، قلنا ورق ريحان لسه ما حطيناهوش، عايزه اقطعه بس كده بالسكينه عشان ده ورق فريش مش مجفف. حبه دول كفايه. نرميهم كده مع الصلصه، هيعملوا طعم خطير كده. ومعانا المكرونه المسلوقه، ننزل بيها كده اهو، ونقلب بالشكل ده تقلبتين كده ولا حاجة، وابقى محضرة الطاجن. حط كمان كده شوية زيتون عليها، شرايح زيتون كده. ومعايا بقى طاجن، تعالى يا طاجن انت يا حلو. هنحط شوية من المكرونة في الطاجن كده، بالشكل ده. ومعانا بقى شوية جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر، هنحطهم كده في النص برضو كده، ونحط عليها مكرونة تاني كده بالشكل ده. وبرضو نفرد على الوش كده شوية جبنة، برضو زيتون مثلا، شرايح، عايزين نحط فلفل الوان براحتنا. زي ما انتم شايفين وصفة المكرونة ولا فيها فراخ ولا فيها لحمة ولا فيها حاجة خالص،
وطعمها بيبقى حلو جدا اهو كده. بس كده نحط برضو بقى شوية جبنة على الوش كده موتزاريلا اهو كده بالشكل الحلو ده كده اهو. وبرضو شوية جبنة شيدر. طبعا انتوا عايزين تحطوا اي لحوم حطوا براحتكم، بس انا ايه ما حطتش. برضو ممكن نحط شرايح زيتون على الوش او فلفل الوان زي ما قلت لكم. يدخل الفرن ياخد وش بس مش اكتر من كده، هيدخل الفرن يا دوب في حدود مثلا 10 دقايق فرن سخن، ويفتح الشوايه حاجه خفيفه خالص، الجبنه كده تاخد لون، حته طاجن عايز شوكه بس كده. وبالهنا والشفا هتلاقوا بقى كمان الجبنه اللي جوه سايحه. اه يا استاذ احمد خطير، طاجن مكرونه مفيش اسهل منه، تعمله على طول وبالهنا والشفا خطير جدا.